بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم قصتنا أخت سودانية من تحت القصف من السودان. نعم، هذه الحرب التي في السودان، أسأل الله العلي العظيم أن تنعم بلاد المسلمين والعرب في أمن وأمان. نعم، هذه القصة ستنفع لكل الإخوة في غزة، في سوريا، في اليمن، في كل مكان، في السودان تحت القصف، في كل مكان ستنفعك هذه القصة. افهم شو معنى كلمة الاستغفار. ما كان الله معذبهم يستغفرون. المشكلة انك تستعجل، المشكلة انك غير مصدق، المشكلة هل انا كمان رايح يعطيني؟ هذا وعد الله المطلق لمن لزم الاستغفار. الزم الاستغفار تصديقا وايمانا، وتب من هذه الذنوب التي هي سبب الحروب وسبب السحر وسبب الديون وسبب الامراض وسبب التسلط، والتي تعطل كل شيء في حياتك. سؤال: انا خسرت كل شيء في الحرب، تبت إلى الله، أقبلت على الله، هل يعوضني الله؟ جماعة، من أين أنا أتي لكم بالكلام؟ إسنا نسمع القصة. القصة هي مسجلة هنا بصوت صاحبتها إن شاء الله. صاحبتها ستتكلم هذه القصة وستسمعونها، والحمد لله رب العالمين، والفضل كله لله. لا نزكي أنفسنا، ولكن الله جل في علا أراد شيء. من أين يعني هل يعوض الله؟ جماعة، أنا والفضل لله، طبعا أعوذ بالله من كلمة أنا، قبل ما يعني بقصتي بقصتي التي كانت بالاستغفار بال2015، كنت أجر نفسي جر وأقضي ديوني من باب أني أبيع من عقارات التي ملكني إياها، يعني هي الله رزقني إياها، لكن ورثتها من أبوي، أعطاني إياها أبوي. نعم، فكنت أبيع، فتقريبا يعني حصدت كثير منها. لكن هل عوضني الله بعد ما تبت؟ نعم، عوضني الله. يعني اذا بعت، خلينا نقول يعني 80% من ما كان عندي، فال20% اصبح يساوي اكثر من 200% بعد التعويض. السعر ارتفع جدا فيما بقي عندي، فأصبح الدلم يساوي كل الذي مضى. عشان تفهم إن الله يعوض، إن الله يعوض، إن الله إذا أعطى أدهش، لكن الصبر والتصديق وتب من الذنوب أقبل على الله. نسمع القصة إن شاء الله. وألزم الاستغفار، إلزم الاستغفار. كثرة أسئلتك سببها ذنوب، كثرة حيرتك سببها ذنوب، أمراضك سببها ذنوب، تعطيلك. لا تدخل في المتاهات، يعني كلهم تحت العقاب. لا تدخل في المتاهات، انت تحت العقاب، خلص حالك. أنا أهلك وفينا الصالحون. نعم، قال رسول الله: إذا كثر الخبث، لكنك أنت مستثنى أيها المستغفر، بآية صريحة: وما كان الله معذبهم يستغفرون. كفار قريش طلبوا اسمع الله، أنت تحت القصف، انت اسمع، أنت الذي تحت القصف. كفار قريش طلبوا من رسول الله أن تمطر السماء عليهم حجارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في القرآن قال الله جل في علاه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني ما كان الله ليمطر عليهم الحجارة من السماء وأنت فيهم، هذا القصف الذي تقول وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لا في قصف، وإن كان القصف سيكون من حولك وليس عليك، ولنا شواهد كثيرة على هذا، وستسمع إن شاء الله قصة وكمان قصة. نسمع قصتها. لحظة، السلام عليكم ورحمة الله أم رفيدة. طبعا أختنا أم رفيدة هي المسؤولة عن الجروبات، بس نقطة، أخواتنا الكريمات، لما احنا بنطلب منكم انكم لا تدخلوا بوستات ولا تتكلموا في مواضيع اخرى، وانتم يعني بتشغلوا المشرفات فيكم، فهذا ما فينا وقت لهذا الكلام. برجاء
يعني سيتم حضركم إذا دخلتم إذا جروبات أخرى، فلا تأتوا إلي يعني تطلب مني أن أدخلكم، أنا ما عندي وقت لأقرأ رسائلكم ولا رسائل يعني الذين يبحثون عن خلاصهم، لكن الخلاص في الاستغفار، إلزم الاستغفار وسيأتي الفرج إن شاء الله، وكل مشكلة ستنحل بالاستغفار. فبرجاء برجاء يعني أنا وكلت مشرفات عشان أنا أخلص من هذا الموضوع، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فاحترموا قانون الجروبات. يوم رفيدة في الخرطوم، ساكنين في الخرطوم، وبدأ الحرب، وجو الجنجوي ديل شالوا ملابسنا، شالوا بيوت، شالوا بيتي كله، شالوا عرباتي، شالوا عرباتنا، أصبحنا لا نملك شيء، حتى الملابس اللي في جسمنا شالوها، ما خلوا لينا أي حاجة. قمت يا أم رفيدة اتصلت، ما عندنا يعني فلوس، ما عندنا أي حاجة، اتصلت بصاحب زوجي متوفي، فاتجاهلني كده يعني، ما اهتم بيا يعني، ما رد عليا، قال لي أنا ما تضربوا لي، ما اشتغل بينا. سبحان الله يا أم رفيدة، انا قبليها يعني، انا بدأت لك بناي قبليها، انا كنت بشوف الفيديوهات حقت محمد حجازي ده، انا ماشي في كوبري كده، سبحان الله، انا ماشي كده في كوبري، ده رقطع الكوبري ده قال بودي الحج، قدام الكوبري ده انا شفتها الشيخ محمد حجازي، انا قلت انا ده منو اللي انا شفته ده، فتذكرت انه ده الشيخ محمد حجازي، بديت استغفر 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 استغفر، في ذاك الراجل اللي ضربت له ابي يرد عليا، قام في واحد من اصحاب زوجي ديل، انا زوجي متوفي، ضرب لنا، قال لنا انتوا ساكنين جنب المنطقه العسكريه وكده، انتوا سامعين البيبان دي، قلت له البيبان دي بتهتز، قال لي هو بكلم فيني كده، الشبابيك بتهتز من الضرب، قلت له الشبابيك بتهتز، قام قال لي خلاص ما في مشكلة، بكرة الصباح خلي محمد ولدك ولا بعدك لما نيجي يتواصل معاي، ولدي يتواصل معاه، وقام قال لي خلاص انت وامك واخواتك تطلعوا، انا ممكن كنت ارسل لكم عربية، لكن العربية ما بتصل، اركبوا من عندكم من هنا لحد ما تصلوا المنطقة اللي احنا ماشيين ليها، من هناك تستقبلنا عربية تودينا البيت اللي احنا المفروض ان احنا نسكن فيه، استقبلتنا والله يا أم رفيدة، أنا بستغفر 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 بستغفر، ساقتنا العربية من المحطة لحد ما ودتنا البيت، بيت نحن ما كنا بنحلم نسكن فيه، والله يا أم رفيدة لا نحلم نسكن فيه، بيت يعني سبحان الله، بيت يعني يمكن يكون غيث، الحمد لله يا رب العالمين، ما أقدر أقول لك يعني شنو. بعد ذاك انا اللبن بدق الباب، المنطقه اللي احنا ساكنين فيها دي الناس بيقفوا بالصف عشان ياخدوا اللبن، انا ما باخد اللبن بالصف، انا بدق لي الباب وبدوني اللبن، تجيني عربيه كبيره تديني اللبن اللي انا عايزاه، اللحمه كذلك، الفراخ كذلك، شفتي، وفي راجل اتكفل بينا يعني كل يوم 26 في الشهر بتنزل لي قروش، أنا أصبحت عايشة من قروش الراجل اللي بتنزل لي كل 6 شهور، كل يوم 26 دي خليها يا مرفيدة، دي الكرامة الأولى، والكرامة الكرامة الأولى اللي ودتنا من البيت جابتنا للبيت ده، والكرامة الثانية الراجل اللي بيرسل لي كل شهر المبلغ اللي أنا عايشة منه، والدفار بتاع اللبن والجداد واللحمة دي برضو، دي الكرامة الثالثة. الكرامة الرابعة يا أم رفيدة الراجل اللي أنا ضربت له وتجاهلوني عشان أنا يودو، أنا كنت دار أمشي مصر وأنا ما عندي فلوس، قلت يمكن يساعدوني لأنه هو ميسور الحال ما يشتغل بي، أنا ذاتي كمان ضربت له ما اشتغل بي خليته، بديت استغفر 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 استغفر، جاء قال لي ضرب لي تلفون، انا زاد والله يا عمر فايده لما ضرب لي انا لما شفتي
يعني ما لما الولد يجي جاب لي الرساله الصوتيه حقته انا ما صدقتها. قلت له معقول يضرب لي انا؟ قال لي اي. قلت له ده يضرب لينا احنا؟ قال لي اي يضرب لينا. واسمع الرساله الصوتيه، هو قال لنا انا بترجى فينا، بيقول لنا انا فتشت تلفوناتكم والدنيا حريب، ونحن ضربنا له بنفسنا يوم الرفيده اجاهنا. قال لنا انا بفتشكم وانا ما لاقيكم وكده وكده، وانا السدي عايزكم اعملوا لي واحد واثنين وثلاثه واربعه، انه يسفرنا يودينا بلد بر السودان ويعيشنا ويقري لي ولدي ويدفع لي ويعيشني اي ويديني قروش مبلغ من المال امشي اشيره وبالدولار. يا ام رفيده، ده الراجل الاول ضربت لي التلفون ابا يرد عليه في نفس المنطقه اللي انا ساكنه فيها اصحاب راجلي، وراجلي عنده الفضل عليهم، بيقول لما طبعا رجلي ما قدامون خلاص، ما خلاص يعني مات خلاص. شفتي؟ فوالله والله شفتي الناس دي اللي ماشيين بي جنبي، والله الراجل اللي ماشي بي جنبي انا ماشي بالشارع، والله شفتي العربية حقته لما ملتني تراب ولا عبرني. انا بستغفر 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 وبصلي وبقرا سورة البقرة وبقيم الليل. شفتي؟ بقيم اول حاجه بقوم بعمل شنو؟ بستغفر محمد الشيخ محمد حجازي قال استغفروا بالاسحار. انا بقوم اصلي، بصلي المغرب اغيب الليل، بعد ما اغيب الليل بقوم استغفر، بعد ما استغفر بقرا سوره البقره، بعد ما اقرا سوره البقره الاذان عندنا احنا حق الصبح بيأذن خلاص، بقضي يومي عادي. ارجع لك تاني يا ام رفيده، الراجل جونا في بيتنا قال ضربوا تلفون لي ولدي، قالوا له نحن جايين لكم الليله في البيت العصر، جونا في البيت اداني 3000 دولار وادى ولدي 2000 دولار، وقال لي لو انت انا سمحت انكم انتم مسافرين برا السودان، ما مسافرنا الراجل الاول كان ما 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 هنا الابا، هنا الابا اللي يتكلم معانا ذاك هو مسافرنا. قال لي انا سمحت انه هو مسافركم، انا بدل ما تمشوا بالمواصلات انا حسيب لكم في طياره حربيه هنا حتسكن توديكم الحين المنطقه اللي احنا المفروض المطار اللي احنا نسافر منه للمنطقة للبلد المارشليوي خارج السودان. والحمد لله الحمد لله امورنا ماشيه تمام يا رفيده، اي حاجه تعاكسني ولا اشوفها ما هناي بس طوالي تجيني شايل المسبح حقتي واستغفر، الحاجه تمشي طوالي تمام التمام. والله يا ام رفيده بس الاستغفار والصلاه على النبي، الاستغفار والاستغفار وسورة البقرة. أحيانا بعمل الصلاة على النبي ما طوالي، يعني ما بعمل الصلاة، ما بعمل ذي الاستغفار أحيانا، يعني مرة بعمل الصلاة على النبي، الصلاة ال اسمها شنو هي الإبراهيمية بعملها، لكن ما بعملها كثير، لكن أكثر شيء بعمل الصلاة على الاستغفار وسورة البقرة. والشيخ محمد حجازي قال اسمه شنو ده استغفروا في الأسحار. والله يعني محمد الشيخ محمد حجازي بعد الله سبحانه وتعالى له الفضل، له الفضل، يعني الفضل لله وليه ولي غناته. والله هو حق الراجل ده وغناته حق، وربنا يكرمه ويزيده ويرفعه يا رب العالمين، زي ما نحن ورانا طريق الحق ورانا نحن كنا يعني ما كنا عارفين سبحان الله، يعني احنا زي هو قال اهم حاجه انك النميمه تخليها، النميمه خليناها، الحاجات المسلسلات خليناها، الكلام اللي ما في محله خليناه، الحمد لله امورنا مشت تمام التمام. شفتي؟ جزاه الله خير والله يكرمه
ويديه الصحة والعافية. وشكرا جزيلا على الاهتمام يا أم رهيدة. حفظكم الله وسلمكم. إن شاء الله لازم بس ننتبه للتعبير، للعبارة الفضل لله ثم لفلان، مش الفضل لله ولفلان، لأنك بتصير شرك. انتبهوا لهذه العبارات إن شاء الله. وصلت إنه الاستغفار لا يعذب الله مستغفر. يا أنت الذي تحت القصف، إلزم الاستغفار، أكثر من الاستغفار سترى عجب من الله، وسيعوضك الله ما أخذ منك، وسيعوضك عوضا حسنا، والله سيعوضك إن كنت تبت إلى الله وأقبلت على الله وتوكلت على الله وأحسنت العبادة وسلمت أمرك لله ولزمت الاستغفار يقينا إن الله لن يعذبك. هذا في السودان تحت القصف هذه الأخت، وهذا الأخ كان في زلزال سوريا، بس عشان تفهم إن الله لا يعذب مستغفر. والكلام كثير، لكن أنا أردت أن أختصر عشان لربما تصل هذه الرسائل إلى السودان، إلى غزة، إلى سوريا، إلى كل مناطق في كل مكان. والله أعلم ما يخبئ لنا الله جل في علاه في قادم الأيام. إلزم الاستغفار، لأن باغتك شيء، زلزال، حرب، صاروخ، قنبلة، أمر، حدث طارئ، حادث سيارات، حادث سير، لربما يبغضك شيء. فإن كنت من المستغفرين فسينجيك الله. أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر وسينجيك الله. ولا تشرك بالله شيئا من باب أن ترد فضل الله عليك لغير الله أو لنفسك، فرد الفضل كله لله. ننهي هنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي؟ كيف إن شاء الله خير؟ أخي أنت كمان القصة، أنا جات لقيت قصة كان فيه صوت ضجي، وأنا طبعا الصوت ما كان واضح حسبة. من شهر أسبوع ونص سبحان الله، يوم الاثنين بعد صلاة العشاء حوالي الساعة 8 9 صار زلزال سوريا. يعني سبحان الله هون الشاهد زلزال مو هزي. فسبحان الله أنا قاعد في المحل جوا، لا حسيت لا بهزي ولا بزلزال ولا بأي شيء. فانقطعت الكهرب، فطلعت لبرا، قطعت هون طبعا الكهرب والنت، طلعت لبرا وشفت هالأولاد وهالنساء في الشوارع. فسبحان الله يعني قلت شو القصة اللي مش فيه. قام طلع معلمي من جوا عقلي وقت، كان طبعا هو شايل ابنه، عقلي وقفت، قلت له ايش هاي اللي وقفت؟ قال لي زلزال. قلت والله سبحان الله لا حسيت لا بزلزال ولا بهزي. قلت له صار يعني زلزال؟ يعني صار زلزال، انا طبعا ما حسيت، عفوا صار زلزال وقوي. يعني طبعا هون صارت العياطات والعالم، يعني العياطات انه صارت العالم تصرخ شدة الزلزال والفزع بين النساء والاطفال والكبار. هون الشاهد انه العالم صارت تطلب اسعاف وقاني بنايات وما بعرف شو. أخواني هون أنا سبحان الله يعني بحرت إنه بين هالعالم، هذا يقول أنا حسيت بالزلزال وهذا يقول ما بعرف إيش. هون صرت أسأل الحوارية، يعني مثلا أسأل الحوارية لك، يعني معقول بس أنا اللي ما حسيت؟ صرت أسأل الحوارية مثلا أنت مثلا حسيت بالزلزال؟ يقول لي سبحان الله والله حسيت فيه، وأنا مثلا كنت قاعد على سرير حسيت بدي أقع على سرير، وهذا يقول والله أنا كنت قاعد جوا، يعني قلت ما راح ألحق أطلع لبرا إلا راح يوقع محل وراح توقع الدار. وهذا يقول صرت هز أنا وما بعرف شو. فسبحان الله هوني أنا بحرت يعني بين هالناس، يعني قاعد بين هالناس وهالناس كلها خايفي ومرعوبي، ويعني وجوههم كلها صفر سبحان الله من الفزع. إلا أنا بين هالناس وكأني ماني موجود بيناتهم سبحان الله. وهوني الشاهد إنه سبحان الله يعني انهار، كم على لساني ما يوقف الاستغفار ولله الحمد. الاستغفار شغلته عظيمة يا أخوان والله، يعني الاستغفار الله أكبر. يعني الطاعات يعني بشكل طب كله يعني طبعا، والاستغفار أهمها. وهون الشهادة قبل شهرين أنا صرت مثلا أتابع اليوتيوب طبعا عجائب الاستغفار وعن كنوز الاستغفار. فسبحان الله طلع قدامي الأخ محمد حجازي بيحكي عن الاستغفار وحكى قصته عام 2015 وغيراته عن سورة البقرة.
فصرت اتبع مثل ما يقول، بس طبعا يعني ما اني اعد مثلا 30 استغفار، لا 30,000 استغفار وغيره، استغفر اللي يطلع معي ولله الحمد. يعني مو شرط اني اقعد وعد 30,000 استغفار، لاني انا بشتغل، وانا بشتغل بسم استغفر الله. فسبحان الله، يعني بالاستغفار لقيت العجب العجاب، الراحة النفسية، الاطمئنان، السكينة، ابتعاد عن الذنوب والمعاصي، وأكثرهم وأهمهم سبحان الله هو الزلزال اللي صار واللي حدث، اللي أنا ما شعرت فيه أبدا على الإطلاق. يا أخوان والله العظيم زلزال، يعني مو هزي زلزال، يعني سبحان الله الأرض كلها هزت إلا أنا سبحان الله، يعني ما حسيت. هاي عجائب عجائب سبحان الله، لله الحمد. أسأل الله أن يثبتني وإياكم، أسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي، يعني سبحان الله من يتابع الصالحين يصلح بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن يبارك بالأخ محمد حجازي. يا أخوان، يعني الشغل بده يقين وحث ونظن بالله عز وجل، مو يعني مثلا شغلي بس واحد يتابع إنه والله هذا صارت معه معجزة، هذا صارت معه معجزة، لازم يصير معي مثل ما معه، لازم واحد يصبر ويثبت حتى يلاقي بإذن الله عز وجل الراحة والاطمئنان بإذن الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خير. أسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليكم وأن يفتح صدوركم للأخذ بالاستغفار. بدون الاستغفار لن تصل لأي ثمرة في أي عبادة، ولا بأي عبادة، ولا بحفظ كتاب الله، ولا بالصلاة، ولا بالصيام، ولا بأي شيء. بدون الاستغفار ما لك شيء عند الله. نعم، نزلنا قصص حفظ كتاب الله وهم لا زالوا يعني بحفظهم تعطيل سكر الأمور، لازم الاستغفار انقلبت الحياة. نعم، مش قصة، قصص. الحمد لله رب العالمين، فضل كل لله، ما فيه الشطارة إلزم الاستغفار، لكن لا تستعجل، لا تستعجل أخي الكريم، لا تستعجل، يوما ما سترى إنك سبحان الله تتقلب في نعيم ما كنت تحلم إنك تصله، ما كنت تحلم إنك تصله. على كل حال، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم و الله يفتح عليكم. لأني قلت هذه الكلمات، ليس لك من عبادتك شيء بدون الاستغفار، سأوثق كلامي إن شاء الله مما وجد حفظت كتاب الله بالاستغفار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، الصادقين الهاديين المهديين الطيبين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم إخوتي الكرام في قناة الأخ محمد حجازي، أنا أخوكم من المغرب، أريد أن أتحدث معكم أو أسجل هذه الكلمة المقتضبة شهادة لله ورسوله في رحلة الاستغفار المباركة مع الأخ محمد. نعم، في رحلة الاستغفار. تخيل أنا اليوم مثلا أبعد عن مكة مثلا 3000 كيلومتر، ونحن بدأنا نسير على الأقدام، مشيا على الأقدام، وأنت كل شوي بتقول لي وين بدنا نصل، متى سنصل؟ قل لك كمان بعد بعد بعد، امشي ولكن الطريق صحيح. نحن نسير إلى مكة والطريق صحيح والاتجاه صحيح ونحن نسير، فأنت بالاستغفار صحيح، لكن استمر استمر، المسافة تقصر وتبعد، دير بالك أنت على الطريق الصحيح، لا تستعجل لا تستعجل، صدق. التصديق أهم من الاستعجال، أنك مصدق وعد الله وأن الله قادر، وأنت تنتظر الفرج بكل رحاب الصدر وبدون تأفف، والله يعلم متى أنت تحتاج الفرج. الله يبارك فيك. أنا أخوكم من شهادة لله ورسوله في رحلة الاستغفار المباركة مع الأخ محمد حجازي، أنا أخوكم من المغرب، اسمي إدريس، بدأت أحفظ كتاب الله عز وجل منذ 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، ورحلة الاستغفار بدأتها تقريبا منذ سنة في شهر نوفمبر من سنة 2022، وسبحان الله العظيم، يعني ما فتح الله علي به بالاستغفار لم يفتحه علي بالقرآن الكريم، كأن الذنوب والمعاصي
عدم الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كانت تحجب عني أنوار القرآن وأنوار باقي العبادات. ولكن منذ أن بدأت في يعني رحلة الاستغفار المباركة شعرت، ليس شعرت يعني شعرت شيء قليل في حقي ما شاهدت وما رأيت، بل كانت مشاهدات، وكانت يمكن أن أقول على أنها كانت كرامات من الله عز وجل. نعم نعم أرسل الله سبحانه وتعالى بالاستغفار تيسير في الرزق، في الأولاد، ابتعدت عن القرض الربوي، وعوضني الله سبحانه وتعالى خيرا، وامطر لنا الله سبحانه وتعالى السماء، وجاءني الرزق وجاءني المال من حيث لم أحتسب، ويعني يسر الله سبحانه وتعالى لأبناء الطريق في أمور ما كنت أحلم بها أبدا. فهذه الشهادة لله ولرسوله من باب كما يقول أخونا دائما بلغ عني ولو آية، وقول الله سبحانه وتعالى فأما بنعمة ربك فحدث، فنعم الله عز وجل يجب أن يحدث بها المرء، وأن يقولها ليس رياء أو تفاخر، وإنما تذكرة وعبرة لمن يريد أن يتذكر وأن يعتبر. فالاستغفار أو الذكر بصفة عامة والاستغفار بصفة خاصة هو باب الله سبحانه وتعالى المفتوح لعباده في السماء، تتنزل منه البركات ويتنزل منه الخير وتتنزل منه الرحمة. فأريد أن أقول لكم إخواني الزموا الاستغفار، فما سلك أحد طريق إلى الله سبحانه وتعالى بنية خالصة ويعني بتوبة نصوح، ليس من أجل المال أو من أجل الولد أو من أجل شيء دنيوي آخر، وإنما يبتغي وجه الله عز وجل، إلا وفتح الله عليه أبواب كل شيء وأعطاه الله سبحانه وتعالى من نعمه كما يقول أخونا محمد، بل وأكثر من ذلك. يعني طريق الاستغفار طريق مليء بالمسرات، مليء بالمفاجآت، مليء بنعم الله عز وجل، مليء بمحبة الله سبحانه وتعالى، مليء بالقرب إلى الله عز وجل. فهذا ما أردت أن أقول لكم إخوتي، و يعني أحثكم وأدعوكم إلى السير في هذا الطريق، طريق الاستغفار وطريق التوبة وطريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه والاعتراف بالذنب وبالضعف وبالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى سيكرمنا ويكرمكم جميعا، وسترون العجب إن شاء الله، سترون ما يقول الأخ محمد الحجازي بأم أعينكم بل أكثر من ذلك، فالله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. وهذا ما أريد أن أقوله. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعتذر عن الإطالة. نعم إخوتي الكرام، إلزم الاستغفار حتى تملكوا حقيقة الاستغفار ويتجلى لكم الاستغفار، وتنتقلوا من علم اليقين ما وعد الله جل في علاه إلى عين اليقين، ترونه أمام أعينكم كيف يتحقق المطر والمال، والاستغفار يأتي بكل شيء أغلق به في وجهك، ثم تقول لله يا الله أنا سأبلغ آية عن رسول الله، وتقول لرسول الله أنا لها يا رسول الله أنا سأبلغ آية، نعم أنا سأنصر دينك يا الله، إن تنصر الله ينصركم، أنا سأنصر هذا الدين، أنا سأجتهد وأعيش آية تلو الآية تلو الآية حتى أقطف ثمار كل آية، ثم أخرج للناس أدلهم أما بنعمة ربك فحدث، حدث عن آلاء الله، حدث عن هذه النعم، نعمة الاستغفار، نعمة الصلاة على رسول الله، نعمة سورة البقرة، نعمة القرآن، نعمة قيام الليل. بعد ما تجد ماذا؟ بعد ما تجد، مش كلام، حقيقة أنت عشت القيام، أنت عشت الصلاة على رسول الله، أنت عشت البقرة، أنت عشت، تستطيع أن تتكلم وتتكلم، والآخر كله فضل الله علينا ومن عطاء الله لنا. الله يبارك فيك ويرضى عليكم. إن كنت تحت القصف اعلم إن لك رب رحيم، إلزم الاستغفار فسيرحمك، اترك الذنب الذي كان سبب، ولا تبدأ تسأل أهو تحت العقاب ونحن تحت العقاب وكلهم تحت العقاب، إنما هذا من الشيطان. دير بالك انت، يلزم الاستغفار، تب الى الله واقبل على الله، والحكمة عند الله. الله جل في علاه ان اراد بقوم يعني فتنة، فنسأل الله ان يقبضنا غير مفتونين ان شاء الله. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. رأيتم سمعتم قصص لا تنتهي كلها عقاب.
تابوا انتهى العقاب. حافظ لكتاب الله وغير حافظ لكتاب الله، والمصلي والصائم والقائم والمدرس، كله تحت العقاب إذا ما كان يعرف الله وما بينه وبين الله. ما فيش سر استجابة الدعاء فيه يعني أشياء تخصه بينه وبين الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصصكم مهمة، ولا بيسأل سؤال فليوسع سؤاله، يعني ما يقول لي أنا أستغفر ولا أعمل البقرة. شو كم استغفرت؟ كم عملت بقرة؟ شهر شهرين؟ كم مرة قرأت؟ بين لي أخي، بقدرش أخذ وأعطي معك كثير. والله في يعني آلاف الرسائل لم أفتحها، لا أستطيع، لا أستطيع، ما عندي وقت. بتعرف الساعة الآن؟ الساعة الآن 2:00 يعني فجرا، قبل الفجر يعني بساعتين. أنا لازلت يعني قبل قليل أنهي سورة البقرة وأعطيت هذا الدرس، وكلياته يعني كلام معك، يعني أجيب وأقرأ التعليقات وأجيب على التعليقات وقصص الإخوة وهكذا. فأنا كل اليوم معكم، فلا أستطيع أن أفتح كل الرسائل، إلزم الاستغفار. وكل هاي الرسائل أنا قلت لكم حلها في الاستغفار. كل إشي كل شيء بدك تطلع القمر حلها في الاستغفار، بدك تنزل بطن الأرض حلها في الاستغفار، زوجك بده يطلقك بحلها في الاستغفار، أنت مريض وعلى حفة الموت حلها بالاستغفار. توب، ذنب ومع رحمة، اترك الذنب الذي يسبب العقاب واطلب الرحمة التي هو الاستغفار. تفاصيل أخرى بنتكلم عليها إن شاء الله تباعا، وإن شاء الله الله بيسركم أمركم ويفتح عليكم ويرضى عليكم ويسر لكم أمركم. والهدف إنه هذه الأمة تنهض، مش الهدف إني أنا أصير معي فلوس، الهدف مش إني أنا أصير مليونير، الهدف إن الأمة تنهض. فدير بالك إنه يكون هدفك إنك أنت أناني لوحدك. المسلم المسلم كالبنيان أو كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في السهر والحمى. مش تبكي على الناس البعيدة عنك تحت القصف وأنت مخاصم لأخوك وأنت مسيء لجارك. دير بالك، هذا ما بيمشي عند الله، هذا اسمه نفاق، هذا اسمه كذب، هذا اسمه لا يرضاه الله. المحب فيحب كل المسلمين، يبدأ في بيته خيركم خير لأهله، ثم الذي يلي فيلي فيلي والأمة كلها. ولا تتمثل إنك أنت تبكي على الناس التي تحت القصف وأنت تقصف أهلك في الليل والنهار بالكلام والبداءة اللسان، أو جيرانك أو الذين من حولك أو الذين تعرفهم. يلا نتوب إلى الله ونقبل على الله، والله كريم، والله يحبنا، والله يعطينا، والله بيفتح علينا. عرفتوا إنه ذنوب؟ يلا شد حالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.